بعد البص اللي حساب الترجي التونسي نزله من يومين وبيفكر جمهور الزمالك بمواقف الزمالك والصفاقس التونسي في دوري ابطال العرب في 2004 وازاي الاهداف كانت غريبه والترجي قال لك لم نبكي ولم نتباكى وما عملناش حملات اعلاميه، عرفت ان الترجي مخبي مفاجاه لجمهور نادي الزمالك جوه المباراه، فقلت هتابع النهارده مباراه الترجي وهفتح نافذه كبيره وهفتح مباراه الزمالك وتونجيت وهفتح نافذه صغيره نوعا ما احطها كده على الجنب عندي في الشاشه. ليه عملت كده؟ علشان خاطر مباراه الصفاقس مباراه الترجي والمولوديه كانت اهم بكتير مباراه الزمالك وتونجيت. معروف ان الزمالك النهارده اي حاجه غير مكسب قدام تونجيت تبقى انت بتهرج في حته انك تنزل تتعادل تنزل الموضوع يعرف معاك قدام تونجيت بيبقى صعبه شويه. ليه؟ علشان خاطر ما عندكش فرصه غير انك تكسب، والزمالك عمل شوط الزمالك ما شفتهوش بالاداء الجيد جدا ده من فتره طويله جدا. الزمالك بيخلص شوط اول برباعيه نظيفه وبكره جميله، كره جميله جدا الزمالك لعبها النهارده قدام تونجيت، بس المشكله انك احتجت الترجي، ولما احتجت الترجي انا كنت اتفرج بقى والنافذه الكبيره على المباراه بتاعت الترجي والمولوديه. ايه يا جماعه الملل ده؟ ايه يا جماعه الكره بتلعب في نص الملعب دي؟ ده واضحين قوي مع بعض، اللي هو يا جماعه واضح قوي ان الفرقتين مش بيلعبوا على الواقف، على الواقف دي كلمه كبيره جدا، لو اتفرجت على المباراه الفرقتين بيلعبوا على الماشي، بس المشكله كلها ان الترجي كان واضح ان هو لو راح على مرمى المولوديه هيسجل، ودي كانت مشكله كبيره، لكن باين ان المولوديه ملط، مفيش حاجه خالص، فدي ظهرت بعد الهدف الاول اللي بيحرزه لاعب نسيم عن طريق اسيست من انيس البدري، بدري بيسندها له وهو بيشوط في المدافع وبيخش. قلت الترجي لو جاب التاني هيبقى واضح قوي ان الموضوع فير بلاي وان الترجي بيلعب مباراه علشان خاطر يكسبها علشان خاطر جمهوره يفرح بعد الخساره اللي حصلت قدام تونجيت اللي كانت مفاجاه، بس جمهور الترجي الفرحه بالنسبه له ما كانتش انك تكسب المولوديه النهارده، الفرحه بالنسبه له كانت حته تانية خالص، وده اللي احنا شفناه. شفت الكلام كتير قوي اللي ما بين الشوطين حوالين ان المولوديه خايف وان المولوديه مش قادر يجي للترجي، مع ان الحاجه اللي كانت باينه جوه الملعب ان المولوديه اتخض، حس ان الترجي باعه، اللي هو يا اسطى احنا كنا متفقين على حاجه وانت سبتني وخلعت في النص، اللي هو انت حد كان قال لك ان احنا 1-1 ما كانت 0-0 حلوه، 1-1 ليه؟ وده اللي اكبر لقيت الترجي انها تنزل الشوط الثاني سجل هات جون بقى يا حبيبي، تعادل يا بابا. كوره بتيجي ضربه ركنيه بتتلعب بتيجي في الست ياردة بيشوط في ايد معز بن شريفيه، يعني الراجل مغير لك النهارده حاطط لك معز بن شريفيه الحارس الاحتياطي وكمان بيلعب مهاجم احتياطي اللي هو طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي احتياطي اللي خالد عبد الباسط هناك، وحتى حاطط برمضان هو ما بيلعبش غير برغيت وحتى كمان كوربالي وهو مريحه، يعني مفترض ان الراجل بيلعب بلعيبه ما بتلعبش، ومع ذلك المولوديه مش قادره تتعادل، والمولوديه حرفيا كانت مستنيه مهني الشعباني ينزل مع الخط يحط لها هدف التعادل، اللي هو مش كده بقى طب اعمل لكم ايه؟ انفرادات بيروحوا ما يعرفوش يستلموها علشان خاطر تقعد تسال هو الفرقه دي فعلا كسبت تونجيت رايح جاي ازاي يا جماعه؟ اللي هو ده انت واقف قدام فرقه سايبه لك الجيم تعادل هتجون بقى وتعادل علشان نخلص ونلمها ونقعد نباصي في نص الملعب، وهو مش عارف برضه يتعادل عمال يروح وبيضيع ولعيبه الترجي بيتفسح لهم وخش يا جماعه شوطوا وهاتوا التعادل اهو، لا بتلاقيهم شاطوا بره اللي هو دول حرفيا عايزين نجيب جون في نفسنا علشان خاطر تبان قدام الكوكب كله ان احنا متعادلين بمزاجنا، اللي هو ارحمونا مش ناقصه غباء، لحد ما لقينا ان طه ياسين الخنيسي راح انفراد وهيجيب الثاني، المولودي قال لك انت خد الموضوع جد ولا ايه؟ اهدى كده ووحد الله، وانا شعبان اللي خدت تجيب الثاني انت بتهرج يا حبيبي، يلا غير اقعد على الدكه نريح الماتش الجاي. طيب انيس تعالى عشان انت برضه داخل الموضوع جد، يا جماعه اتعادلوا ابوس ايديكم شكلي بقى وحش. وبعد التغيير بدقيقتين بتلاقي كره رايحه على الطرف اللعيب سايبك خالص، ارفع يا عم كروس زي ما انت عايز، كانت قبلها برضه بثلاث دقائق كانت من الناحيه الثانيه اللعيب برضه راح على الطرف ورفع كروس لبره بس كانت سيئه جدا وصدها برضه المعز بن شريفيه اللي هو هتجيب جول امتى بقى؟ لحد ما يقدر عبد القادر بالخير يجيب التعادل، الترجي قال له بس نقفل على كده ارحموا ابونا كفايه بس كفايه 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 خلينا 1-1 كده، وبعد ال 1-1 لان لعيبه المولوديه رجعت دافعت، في كوره جت لعيبه المولوديه كانت اللي هو انفراد ومفترض انت تروح تجيب الثاني ايه؟ الثاني المولوديه يبقى اول مجموعه، لقيت لعيب بتاع المولوديه خلفيه شد عايز اغير يا جماعه اللي هو انا عارف الترجي لو سخر علينا اخر 10 دقايق انفخونا فخلاص خلاص 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 احنا ننهي الماتش على خير ونكمل 1-1. الزمالك عامل ايه هناك؟ لا الزمالك 4-1 وقاعدين اللعيبه تتفرج على الماتش بتاعنا، لا ده واخدين الموضوع كده قوي علشان خاطر تطلع التارجت الرئيسي لجمهور الترجي كان مستنيه ان انت تطلع الزمالك بالطريقه دي علشان خاطر انت حطيته العشم وفي الاخر سبته وخلعت، اللي هو عملت له شوط اول كويس وكان بيقول لك والله الترجي كويس وفير بلاي وكل التحايل لاخواتنا في تونس وكل التحايل لمهاني الشعباني، واول ما جه هدف التعادل والترجي طلع الزمالك قال لك يا ولاد اللذينه
ده انتوا ما نسيتوش اللي حصل في 2004 بقى، وجمهور الترجي يقول لك خلصنا حقنا. مع ان انا فاكر في 2004 لما الزمالك والصفاقس عملوا كده ناس كتير قوي كانت بتتكلم حوالين ان حته انك لما يكون عندك منافس قوي وبايدك انك تخرج من البطوله خرجوا يا معلم، مفيش اي مشكله. انما السنه دي بقى الكلام بدا يتغير، اللي هو في مؤامره وفي مش عارف ايه بلا بلا بلا، مع انك لو انت والمولوديه في نفس الموقف كنت هتخرجوا الترجي. فما تقعدش تعمل فيلم الهندي ده عشان خاطر الترجي فريق قوي، الترجي يخوف الزمالك، انما المولوديه ما تخوفش الترجي. المولوديه صعبه جدا ان هي اساسا ان هي وسيمبا يروحوا لبعيد الدور الجاي. عارف ان الفيديو مش هيعجب جمهور الزمالك اللي عمل جيم النهارده عظيم جدا، بس انت اللي عملت كده في نفسك وانت اللي ضيعت ماتشين الترجي ما عرفش تاخد منهم نقطه على الاقل، فلا تلومن الا نفسك. وبرده لو اتكلمت على حوار التفويت ده بتحصل عندنا كتير، فمش هنقعد نتكلم على الغريب، بس بصراحه كانت مباراه مضحكه. من جنه الضحك بقى فاعمل لايك للفيديو، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك واشتم براحتك.